حياكم الله مشاهدينا. أصدر رئيس النظام مرسوما يقضي بتعديل نسب الرسوم الجمركية وتحديد هذه النسب وفق 5 شرائح. وتضمن المرسوم تخفيضا للرسوم الجمركية على معظم المواد وخاصة الغذائية منها، بالإضافة إلى الجمارك على السيارات المستوردة التي كانت نسبة رسوم جمركها في سوريا هي الأعلى في العالم، حيث تم تخفيض هذه الرسوم من 150% على بعض أنواع السيارات إلى 30% كحد أقصى. كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة من 80% إلى 30%. يأتي ذلك في وقت خرجت فيه معظم الصناعة المحلية عن الخدمة، فيما تعاني الصناعات المتبقية نقصا حادا في التمويل. وفي سياق متصل، أكدت وزارة النفط التابعة للنظام تنفيذ قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد مادتي المازوت والفيول. وقالت الوزارة في بيان لها إن التعليمات تضمنت السماح بالاستيراد عن طريق البر أو البحر ضمن ضوابط محددة، مضيفة استعداد الجهات المختصة لاستقبال أي طلب للاستيراد منذ اليوم وتقديم كافة التسهيلات لهم لتأمين حاجة المنشآت والقطاع الخاص. هذا ويذكر أن النظام بات يعاني من شح كبير في تأمين مادة المازوت بعد فقدان سيطرته على معظم آبار النفط السورية. وأقدم النظام على رفع سعر لتر المازوت لوسائل النقل بين المحافظات إلى 150 ليرة سورية، في خطوة تستهدف رفع سعر المازوت بمختلف احتياجاته، حيث أكدت مصادر مطلعة أن قرار الرفع سيطال أيضا مازوت التدفئة، فيما تشير المعلومات إلى حدوث ارتفاع عشوائي في أسعار النقل بين المحافظات مقتربا من الضعف. هذا ويذكر أن النظام قد ضاعف سعر المازوت أكثر من 4 مرات منذ بداية الثورة. وفي اللاذقية، قالت هيئة تنمية وترويج الصادرات التابعة للنظام إن كمية زيت الزيتون المصدر بلغت من المنطقة الساحلية خلال الربع الأول من العام الحالي قرابة 5000 طن بقيمة 300 مليون ليرة. وشملت المواد الأخرى المصدرة عبر مرافق المنطقة الساحلية الحمضيات، حبة البركة وورق الغار والأقمشة التركيبية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 100 مليون ليرة سورية. رغم جميع أشكال الحصار التي يتبعها النظام في الغوطة الشرقية بهدف تجويع المدنيين، ورغم شح الموارد والمستلزمات الزراعية، يحاول مزارعو الغوطة سد رمق الأهالي بإنتاج ما يمكن إنتاجه من المحاصيل الزراعية. المزيد في سياق التقرير التالي. من يشاهد هذه الصور للوهلة الأولى لا يكاد يصدق أن هذه الأراضي الخضراء المليئة بالخضروات هي في غوطة دمشق المحاصرة من قبل قوات الأسد منذ نحو العام، ولكن إرادة الحياة طفت فوق كل أشكال الموت التي يذقها سكان الغوطة يومياً. طبعاً نحن خطتنا الإنتاجية بهذا المشروع هي إنتاج حوالي 900 طن متنوعة من الخضروات لدعم أهلنا في الغوطة، وأنتجنا حوالي 400 منها، وما زال عمر مشروعنا 60-70% من عمره. المشاريع الزراعية في غوطة دمشق تهدف إلى تأمين الغذاء لسكان المناطق المحاصرة والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فالأراضي الزراعية هي الثروة الوحيدة التي تدعم صمود الغوطة وتجعل السكان منتجين لا مستهلكين، مما قد يرفع شيئا من المعاناة عن كاهلهم. هو صحيح أجار قليل،
بس الحمد لله يعني انه عم نأمن ربطة خبز اخر نهار وتعب يعني انه في تعب بس الحمد لله يعني ما بنعتاز حدا وصحيح انه حصار وما حصار بس الحمد لله عم نأمن رمتنا بالحلال. المزارعون اجمعوا على ان ارتفاع كلف الزراعة وغلاء اسعار السقاية والمحروقات بالاضافة الى قلة المبيدات الحشرية والبذار النوعية المهجنة منع الكثير منهم من استكمال زراعتهم للمحاصيل، فيما لجأ البعض إلى إنتاج غاز الميثان لتشغيل محركات الضخ لديهم في مغامرة قد تنجح في الحصول على محصول مميز وقد تفشل. الحمد لله توصلنا بإنتاج الغاز لتوفير يعني المصروف علينا بموضوع السقاية وموضوع ري المحصول الزراعي. وعلى الرغم من أن المشاريع تعتبر خاسرة بنظر المزارعين لأن السلع المنتجة تباع بأسعار زهيدة، إلا أن الجميع يصر على استكمال تلك المشاريع لتأمين القوت اليومي للمدنيين، وحتى تستطيع المناطق المحاصرة إدارة نفسها واستغلال الموارد والثروات المتوفرة. بالانتقال إلى أسعار العملات في الأسواق السورية، حافظ الدولار على سعره لليوم الثاني على التوالي مسجلا نحو 207 ليرات للمبيع وفق تداول العملات اليوم في العاصمة دمشق، فيما بلغ سعر صرف الدولار في حماة قرابة 206 ليرات سورية للمبيع. وفي أسواق المعادن ارتفعت أسعار الذهب نحو 2% لتسجل أعلى مستوى لها منذ أواخر تشرين الأول، فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 7162 ليرة سورية حسب تداولات سعر الذهب في أسواق درعا، فيما وصل غرام الذهب من عيار 18 في درعا كذلك إلى قرابة 6137 ليرة سورية. وإلى أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق السورية، وصل متوسط سعر اسطوانة الغاز في حلب إلى قرابة 4600 ليرة سورية، فيما بلغ متوسط سعر لتر المازوت في حلب أيضا إلى قرابة 200 ليرة سورية. إلى هنا تنتهي النشرة الاقتصادية، عودة إليك ميرا مجددا. شكرا لك نور.